أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2018، ويهدف المشروع إلى تسهيل اللجوء للتحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي، حيث تصبح محكمة التمييز هي المختصة بكل ما يتعلق بالتحكيم وليس محكمة الاستئناف. القاضي المختص كما قلت سابقا ما في نص لا بالدستور ولا في القانون ولا بقانون استقلال القضاء يكون قاضي فرد في محكمة التمييز، ولا يملك لا رئيس المجلس قضائي ولا غيره أن يكون في قضية يبت فيها في من قاضي فرد في محكمة التمييز، وهذه إذا أقرت فهي سابقة في تاريخ التشريع الأردني. في حين أن النص المقترح من الحكومة يحقق أفضلية بأن يجعل الطلب يقدم إلى هيئة التحكيم، احنا زي ما نعرف انه في احتمال كبير انه المحكم يتنحى من تلقاء نفسه، وبالتالي انا وفرت جهد على محكمه التمييز. اذا لم يتنحى النص المقترح من الحكومه يحال هذا الطلب الى المحكمه المختصه. الافضليه في ذلك للنص المقدم من الحكومه انه اوجب على المحكمه المختصه خلال نطاق زمني سقفه لاعلى 30 يوم انها تفصل بهذا الطلب. النص الاصلي يعطي هيئة التحكيم حق الطلب من الغير، والغير هنا المقصود في المحكمة، ولا يجوز لأي هيئة تحكيم أيا كانت أن تأمر القضاء باتخاذ إجراء ما، باستثناء ما تم معالجته فيما سيأتي لاحقا سعادة السيد الرئيس في موضوع طلبات الحجز التحفظي، واعتبرنا أن هناك أن هذه المدة قاطعة للتقادم. وفي بداية الجلسة وجه عدة النواب شكرهم وتقديرهم لدائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية في إحباط العملية الإرهابية التي تم الإعلان عنها أمس الاثنين. أوجه الشكر الجزيل وكل الشكر إلى أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة، وأن في يوم من الأيام جلالة الملك الراحل قد هناك تنظيمات هددت الأردن، وقام سيدي قال إذا هناك تنظيمات تهدد الأردن لدي تنظيم أعتز به وهو تنظيم المخابرات العامة، وسيبقى هذا الوطن بإذن الله تعالى حصر بعيون الإرهابيين والحاقدين والحاسدين، وكما قال سيدي صاحب الجلالة تطبيق القانون والورقة النقاشية. وشكرا سيد الرئيس. كلما تعرض الأردن لامتحان أو محنة أو محاولة للمس بأمننا واستقرارنا فإن كل أردني حر تزداد ثقته ويزداد يقينه بقدرة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية على قيامها بواجباتها على أكمل وجه، متبنية الاحتراف بعملها والوعي والحذر والمبادرة والتعامل والاستشعار عن بعد عن مكان الخطر. هذه الأجهزة التي نشأت وترعرعت وتلمذت على أيادي القادة الأجنبيين والذين حباهم الله بالحكمة والتسامح ولم الشمل والحرص على المصلحة القومية. كما تم توقيع عدة مذكرات نيابية تطالب من الحكومة بالتراجع عن قرار إلغاء الإعفاءات لعدد من المستشفيات، ومذكرات أخرى تطالب إجراء تعديل للمادة السابعة من قانون نقابة أطباء الأسنان، ومذكرة تطالب أيضا استدعاء السفير الأردني من تل أبيب. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.